دلوقتي المفترض ان كابتن محمد لطفي بطل الجمهوريه في الملاكمه هتعلمني ايه؟ بس حضرتك برضه دكتور عمرو كنت بطل جودو وتايكوندو يعني وعارف ده زمان السياد. ده زمان هتعلمني بس هي لعبه البوكس. عايز اقول لك شويه معلومات عنها. اللي هو احنا اول ما بدانا اللعبه العميد توفيق مظهر في الصعقه اللعبه دي اصلا لعبه البوكس دي اول ناس لعبوها في الدنيا هم المصريين الفراعنه. المصريين القدماء كانوا بيلعبوها من غير الايدين وليها وقفه وليها قانون. وبعد كده بعد اتطورت بعد الرومان والمراحل دي يعني وبقت لعبه يعني ليها رولز وقانون. بس هو احنا اللي عملنا اللعبه دي. اللعبه دي بتاعتنا الوقفه بتاعتها تحس انها فرعوني حتى. ازاي بقى؟ اقول لك ببساطه بقى خالص. اقف عادي انتباه. حضرتك عارف الانتباه لا مش ضامن قوي يعني انتباه. بعدين تفتح رجلك زي الصفا. بعدين اخر كعب الرجل عند اول رجل اليمين كده خطوه قدام. مش انت شمال ولا يمين؟ حضرتك اشول ولا ايمن؟ لا ايمن. خلاص يبقى شمال قدام وايدك زي ما هي. زي ما هي ايدك مفيش اي مشكله خالص. بترفع ايدك دي زي ما هي برده كده بتنزل تحت عينيك هنا اهو. وايدك اليمين زي ما هي برده كده بتطلع من هنا تبقى واقف. هدي دي وقفه البوكس اهي فرعوني. تمام اهو كده كده تمام. طلع دي هنا ودي هنا كده انت بقيت واقف وقفه البوكس. الضربه في ضربات الشمال في منها ضربات مستطيله وفي ضربات مقابله انت بتقابل بيها المهاجم وفي ضربات باليمين وفي ضربات بالجناب بالهوكات يعني من الهوك من الشمال ومن اليمين وفي ضربات الابر كات. احنا النهارده هنعمل شمال ويمين اوكي وابر كات اوكي ماشي اوكي. وانت مكانك هتضرب الشمال دي هتطلع من هنا من مكانها بالظبط هتيجي لحد هنا مع لفه الايد بحيث ان الضربه تيجي بالاربع بالمكان كده لحد هنا عشان لو الضربه جت كده او باي شكل هتجزع الايد. تمام اضربها لي لا كده بقى دي ضربه تايكوندو. أيوة. لانها جايه من تحت. ايوه صح ده الفرق بقى بالتكنيك. هي بتيجي من هنا من مكانها يعني افتح ايد حضرتك بص اهي انا واقف اهو. تمام ممكن ابعد واضربها من بعيد وممكن ادخل اضربها ماليه لكن من هنا كشفت وشي. هي تايكوندو كده. مظبوط تمام. هما الاثنين لازم يبقوا هنا. تمام اضربها ورجعها مكانها. برضو عرفت ان حضرتك هتضرب لان انت رجعتها ورا. من مكانها من مكانها من هنا اوكي هعملها بسرعه وحضرتك تعملها زي ما انسى التكنيك القديم بتاع التايكوندو والجودو ماشي الكاراتيه اصلا. انا اهو بام بام شوف راجع فين تحت عينيه اهي اوكي اوكي طيب يلا وان شمال تمام لا برضه نزلت تحت اوكي كده ايوه ستريت هنا ستريت هنا يلا تمام تمام بس تبقى كده بقى يعني تبقى تمام هتلفها كده هتبقى موجوده هتبقى جايه تجرب اليمين اليمين بقى لازم تلف برجلك اليمين معاها عشان تقوي الضرب يعني زي ما انت واقف نفس البوزيشن او تضرب اليمين لازم تلف دي بدي ومن نفس المكان برضو بتيجي تلف رجلك بقى دي معاها نجرب كده كده يلا لا يعني ايه عايزه املى من كده شويه تبقى هنا ودي ترجع ودي تفضل مكانك يلا برضو رجعتها ورا هنا هنا هو انت قصدك تقف هنا اديتني سبيس يعني لو رجعتها كده تضربني لمها بقى بسرعه لا هنا هضرب هنا على طول البوكس ما بين كده لازم تقفل كده لازم الاثنين من هنا اهو واعمل لك كده هاجي من هنا هيبقى فيها يعني موفمنت كتير وايديا في نفس المكان لكن لو نزلت بتدي سبيس للملاكم الثاني للخصم ان هو يضربك من فوق تمام يا باشا تكنيك رائع يس بس لازم تعملهم تمام صح من فوق مش طيب تسيبك يلا الله عليك حلو قوي رجعها مكانها يا باشا حلو قوي الله هو ده برافو واحدة بقى شمال يمين بوم بس ما تنزلهاش يلا تك تك هم دول يلا نرجع نعصب نرجع تاني ادراجنا شكرا اتعلمنا منك ملاكمة مع الملاكم البطل الكبير بتاعنا حبيبي عمرو متشكر حبيبي تسلم